بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اليوم الجمعة 30/7/2021 تتسلم مديرية أوقاف بني سويف الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي 4 طن، وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله ونصلي ونسلم على الحبيب رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تسلمت اليوم الجمعة 30/7 مديرية أوقاف القاهرة 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي، والسلام عليكم ورحمة الله. تم بحمد الله تعالى وصول الرسالة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي فقدرها 4 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 8 طن. كل عام أنتم بخير.